نور يا فندم. أهلا، أهلا بحضرتك. أهلا بيك فندم. مارد السيد الرئيس وهو أصلا مهتم بفكرة البحيرات ومدي أهمية كبرى الحقيقة للمشروع القومي للتنمية الشاملة تحديدا في بحيرة البردويل. ملامح إيه هتبدأوا؟ إمتى هتعملوا إيه؟ هو طبعا الحقيقة احنا شايفين قد إيه اهتمام الدولة المصرية بتطوير البحيرات الحقيقة في مصر. احنا عندنا عدد من البحيرات اللي بتمثل بالنسبة للدولة المصرية ثروة قومية، والدولة بتسعى إلى تطويرها وتحقيق أفضل عائد منها من الاستفادة منها، لأن ليها أهمية كبرى في منظور تطوير الإنتاج السمكي. والحقيقة الدولة بتضخ أو بتنظر إلى ملف الإنتاج السمكي بأولوية كبرى، وكمان القطاع الزراعي بكل أبعاد الحقيقة بتنظر له بأولوية كبرى لأنه بيمثل الأمن الغذائي. طبعا الإنتاج السمكي يمثل أحد البدائل الهامة للبروتين من أصل حيواني، فبالتالي في اهتمام بهذا القطاع. طبعا تم تطوير عدد من البحيرات، شفنا الجهود اللي بذلت لتطوير بحيرة المجدلة، الجهود اللي بذلت وبتبذل لتطوير بحيرة قارون، البرولوس، كل البحيرات المصرية الحقيقة صحيح. حتى بحيرة مريض، كل الجهود الحقيقة مستمرة في تطوير البحيرات. النهاردة كمان بنشوف اهتمام الدولة بتطوير منطقة سيناء وبحيرة البردويل اللي بتعتبر واحدة من أنقى البحيرات المصرية، ويمكن كمان يعني من أنقى البحيرات على مستوى العالم، اللي لها دور كبير وموقعها موقع استراتيجي الحقيقة بتطل على البحر المتوسط، فيها ثروة سمكية مهمة جدا. الأسماك فيها بردويل فيها أنواع سمك مختلفة، فيها أنواع سمك متعددة الحقيقة، ولكن متعددة البردويل بتتميز بنقائها وبالتالي بتكون قابلة للتصدير حتى وإن كانت لسه كنت حول حضرتك التنوع اللي فيها ده ميزة ان احنا بنستخدمه داخليا وفي نفس الوقت بنصدر منه. طبعا، وهي من الحاجات اللي بتكون او من الاماكن اللي بيكون التصدير فيها له طلب عالمي، لان الحياة جودة الاسماك بالنسبة في بحيرة البردويل في غاية الاهمية. وطبعا افضل انواع الاسماك ايه اللي بينتجها اللي هتطلع من بحيرة البردويل؟ معظم الاسماك البحرية بتنتج بعض انواع من الاسماك البوري الحياة، فمعظم الاسماك المياه المالحة بتكون الحياة في بحيرة البردويل، والاسماك اللي هي البراكش ووتر او المياه المتنوعة بتجود ايضا في بحيرة البردويل. فالحقيقة فيها تنوع كبير في حجم الاسماك اللي بتنتج، والحقيقة كمان هذا التنوع بيؤدي لان نسبة التصدير من هذه البحيرة بيكون عالي جدا. طبعا في تطوير حدث لان احنا نحافظ على الزريعة اللي تكون موجودة في البحيرة بشكل كبير علشان نحافظ على نتكلم قد ايه دكتور محمد من الصيادين العمالة اللي في بحيرة البردويل، بنتكلم في قد ايه؟ لا الحقيقة احنا بنتكلم على منطقة بالكامل بيكون من مصدر رئيسي للدخل بالنسبة لهم هي بحيرة البردويل. احنا بنتكلم على منطقة في سيناء، الحقيقة معظم السكان هناك هم بيمتهنوا مهنة الصيد من بحيرة البردويل، فدي بالنسبة لمنطقة كاملة هي مصدر دخل بالكامل، والحقيقة المنفعة فيها او العائد منها بيعود على تنمية منطقة بالكامل. النهاردة السيد الرئيس بيوجه ان يكون تطوير بحيرة البردويل داخل ضمن خطة ومخطط الدولة المصرية لتطوير منطقة سيناء، اللي الحقيقة كمان بنشوف قد ايه الدولة بتهتم بتطويرها سواء في القطاع الزراعي او القطاع الاسكاني، القطاع الصناعي في مختلف المجالات. النهارده كمان انتاج الثروة السمكية بيبقى من اولويات الدولة بالنسبة لهذه المنطقة، خصوصا لما يتعمل لها عملية تكنيك وعملية تطوير، ده يؤدي الى تعظيم العائد للانتاج السمكي، يؤدي الى احداث طفرة حقيقية ونقلة حقيقية في مجال انتاج الاسماك، وكمان يعود بشكل كبير على زيادة الفرص التصديرية للدولة المصرية، خصوصا زي ما قلت لحضرتك ان بحيرة البردويل من المناطق المقبولة او المرغوب في اسماكها خارجيا في الخارج. توفيق دايما يا رب، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي.